على مقربة من المواجهات العسكرية يعيش هؤلاء المهمشون هنا، إذ لا مكان للنزوح ولا مفر من الموت الذي يحيط بهم ويحصد أرواح البعض بفعل قذائف الميليشيات. احنا نعاني من جميع المشاكل هنا بهذه الحارة، لأنه القصف فوقنا مستمر، والشهداء يمكن فوق 20 نفر، والقصف، واحنا نعاني من أمراض ومن مشاكل من القصف هذا. طفلة شيماء الذي أصيبت في تاريخ 3 رمضان 29/5 نتيجة القصف العشوائي الذي يقومون به الأعمال العبثية من قبل ميليشيا الحوثيين، وما زالت لحد الآن القصف العشوائي في داخل المدينة السكنية تطلق من قبل ميليشيات الحوثي. المدينة السكنية هكذا تعرف بهذا الحي الواقع شمال غربي المدينة على خط التماس، حيث يقطنها ما يزيد على 3000 نسمة إلى جوار إهمال السلطات المحلية لحالاتهم المعيشية الصعبة تفاقم الحرب التي تعيشها المحافظة من معاناتهم منذ 3 سنوات، ونحن نعيش تحت الحرب والقصف ولم نحصل أي إغاثة. ما حتواصل معنا لا من المنظمات ولا بشيء، فهم لهم كيف، والتواصل معهم بشكل فظيع، ما حد يستمع لنا وما بوش أي كلام نتواصل معهم، ما درناش مع من نتواصل. 3 سنوات من الحرب تضررت فيها أغلب فئات المجتمع، فيما تبرز هذه الفئة الأشد احتياجاً، كما أن غياب المنظمات الحقوقية والإنسانية عن تلمس احتياجاتهم ضاعف هو الآخر من معاناتهم اليومية. بين مطرقة حرب الميليشيات على مدينة تعز وسندان إهمال السلطة المحلية، لا شيء سوى المعاناة يكبر هنا، فهل ستجد مناشدات هؤلاء طريقها نحو المعنيين؟ أم أن نسيانهم سيظل هو السائد؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، من المدينة السكنية تعز.